ريني فايلر في المؤتمر الصحفي قال حققنا المطلوب أمام طنطا والتسجيل المبكر وراء الخماسية. قال فايلر في المؤتمر الصحفي أنه راض عن المباراة والنتيجة التي حققها الفريق اليوم، وأوضح أن التسجيل المبكر ساعد في خروج المباراة بهذه النتيجة الكبيرة، مؤكدا أن استمرار الضغط على مرمى المنافس أسهم في التسجيل أكثر من مرة. وعندما سئل عن الدفع بمحمود متولي في وسط الملعب، قال فايلر أن اللاعب سبق وأن شارك في أكثر من مركز سواء في الوسط المدافع أو المدافع الصريح، ولم يكن مركزه اليوم غريبا عليه، مشددا على أنه راض عن أداء متولي مع الفريق. قال أيضا أن إصابته النهاردة مش إصابة كبيرة ولكنها إجهاد في العضلات، وسيخضع للفحص الطبي خلال الأيام القادمة للاطمئنان عليه. قال أيضا رينيه فايلر أن معظم اللاعبين يعانون من الإرهاق والإجهاد العضلي بسبب طول الرحلة الإفريقية الأخيرة، وده الكلام اللي احنا اتكلمناه، ولكن في النهاية حققنا المطلوب أمام طنطا بالفوز وحصد النقاط الثلاث. قال فايلر أيضا عندما سئل عن اختلاف أداء النادي الأهلي أفريقيا ومحليا، قال يرجع إلى قوة المنافسات في دوري أبطال إفريقيا، ومن ثم يتباين رتم الفريق نسبيا بسبب قوة المنافسين، بالإضافة إلى الظروف المناخية ودرجات المناخية ودرجات الحرارة في إفريقيا، بجانب الرحلات الطويلة لخوض المباريات، وهذا ما يزيد من صعوبة المواجهات القارية. كلام كابتن عادل كلام منطقي، يعني ما فيهوش يعني حتى